معرض ماجيكال ويدينغ اللي هو معرض كيخص العريسات المغربيات خاصة والنساء عامة. احنا متواجدين الآن على مدار 5 أيام حتى 12 فبراير يوم الأحد في كاريدور الوازيس بمدينة الدار البيضاء. متواجد معنا أكثر من 50 عارض اللي غيجيو يقدموا لكم آخر مستجدات من ممولي الحفلات لي تريتور تنقافت لباس تقليدي المغربي بحال هذا اللي لابسين. غتلقاو راحتكم واختيارك اختيار ديالكم. غتلقاو داكشي اللي كيتعلق بالتجميل ديال النساء، تصفيف الشعر، بري ابورتي فيمينا يعني اللباس الجاهزه، هذوك اللي كيديروا الضيافر، واوسي هذوك اللي غيعطيوكم دي زيدي باش تهديو وتعطيو لي كادو، حيت كما كنعرفوا العريسات كيعمروا الضيافر بالهدايا والناس اللي كيجيو حتى هما يقدروا يشريو دي كادو زوينين. ولكن المفاجأة اللي درنا هاد السنة هي أننا كنديرو لشو كل نهار يوميا على مدار 5 أيام عندنا شو كنعطيو للناس يشوفوا إلفون سو بروجتي ويشوفوا راسهم في العرس. كنديرو الدورة العمارية، الدورة الميضة، كنديرو لي ديفيلي ديال لاغوب بلانش باش هما إذا بغاو يشريو ديك لاغوب يشوفوها لابساها. كنديرو دي مانكا اللي هما ماشي ضعاف بزاف، كنحاولو بروجتيو المانكا في السيدة اللي غادي تشري ديك اللبسة. كندايرين المانكا ديال اللباس التقليدي للرجال والنساء، واهم من كل شيء هو دايرين ورشات كل شيء بالمجان باش تستافدوا منهم كورشه ديال الصواب، ردان الصواب، شنو خصنا نديروا باش نردوا الصواب، ولا ورشه الخطوبه شنو خصنا نوجدوا، شنو كيفاش كيتعمروا دوك الضيافر الا بغينا، الا كنا حنا اهل العريس ولا اهل العروسه كيفاش حنا غنستقبلوهم ولا كيفاش حنا غنمشيو عندهم. دوك كنعطيكم النصائح من اختصاصيين، وسكينه ورشه خاصه بالقهوه اللي هي غنعطيكم النصائح فوقتاش خصنا نشربوا القهوه، واش مزيانه للذات ديالنا ولا كيفيه استعمال القهوه مزيانه للصحه ديالنا. وسي كاينه ورشه ديال فن المائده الا ما بغيناش نعيطوا لممول الحفلات وبغينا نصاوبوا الطابله بحقها وطريقه بحيث غيجيو عندنا الضياف اختصاصيين غيوريكم كيفاش ديروا. وسي عندنا ورشه ديال التجميل اللي غنوريكم كيفاش ديروا المكياج شنو هو لي طوندونس دابا، ولا ديال لاكوافور اللي بالنسبه للعريسات ولا بالنسبه اللي غادي يجيو حاضرين معاهم. ومرحبا بكم، راه الدخول بالمزان من 10 الصباح ل 8 العشيه، ويوم الاحد مع 4 غتكون عندنا الطومبولا. دونك ملي غادي تجيو تشريو كتدخلوا في واحد الطومبولا اللي كنهديو عده هدايا المبلغ ديالهم كلهم 50000 درهم. مرحبا بكم معنا.